لحباب السلام عليكم العيالات حباباتي، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم زيانه يا رب الكريم. فيديو بالنسبه للشعر الجاف، فيديو بالنسبه لكل انواع الشعر، فيديو بالنسبه للسيدات اللي تستعملوا الصبغه الطبيعيه وتغطيه الشيب بحالي، فيديو بالنسبه للسيدات اللي تستعملوا الصبغه الكيماويه، كل انواع الشعر. وبالنسبه للاطفال وبالنسبة للبنات فيديو سهل وبسيط، كيراتين، بوتوكس، بروتين طبيعي بجوج مكونين، جوج معالق تاع زريعة الكتان مع جوج كيسان تاع الماء، زائد أربعة المعالق تاع مايزينا فيكولون دو بوم دو تيغ. الحباب جوج معالق كبار تاع زرية الكتان مع جوج كيسان تاع الماء، تيطبخوا مزيان وتنصفوهم وتنخلطوهم مع مايزينا بروتيين طبيعي، كيراتين طبيعي، بوتوكس طبيعي، يعني ترطيب ونتيجة فعالة بأبسط الأشياء بجوج مكونين تعطوا نتيجة هائلة. انا تنستعمل صبغه طبيعيه لتغطيه الشيب، تنستعمل بزاف الاعشاب الهنديه والاعشاب العربيه والاعشاب والحنه، تتخلي الشعر ناشف، والصبغه الطبيعيه تتخلي الشعر ناشف. ومؤخرا استعملت الانديغو استعملته في جوج وصفات، يعني الانديغو تاهو تيخلي الشعر ناشف لانه تيغطي بطريقه فعاله الشيب، ولكن تيخلي الشعر ناشف، يعني ضروري بروتين، ضروري كيراتين، ضروري بوتوكس. وهذه الوصفه مجموع فيها بروتين وبوتوكس وبروتين بالنسبه للشعر احباباتي، رخاء لله، أرخص بروتين، أرخص كيراتين، أرخص بوتوكس بالنسبة للشعر. ضروري مش الشعر مزيان باش تدخل الوصفة بطريقة سهلة والشعر يكون موجود، يعني مؤهل باش ياخد الوصفة بطريقة مزيانة. تنمشطوا الشعر مزيان وتنفرقوه وتنستعملوا الخلطة. الخلطة خاصة تكون عاقدة، الخلطة خاصة تكون جامعة راسها أحباباتي. لحباب السيدات هاد الوصفة استعملوها البنات الصغار اللي عندهم شعرهم كيرلي، استعملوها لكل أنواع الشعر، الشعر الجاف، الشعر حتى الشعر الدهني، كل أنواع الشعر. حباباتي هاد الوصفة والله العلي العظيم لكن ديجا دايراها في قناتي الرسمية، هادي مدة طويلة ولكن دايراها ماشي مع زريعة الكتان، دابا درتها مع زريعة الكتان، تتعطي نتيجة فعالة. لحباب تطبيق الوصفة على الشعر ضروري تكون الوصفة خاطرة، ضروري الوصفة تكون خاطرة أحباباتي وتكون عاقدة بطريقة مزيانة. الحباب عاود تمشي طحنتو بالطحانة هذه لأنه جاني مكدس، المهم طحنوا هالبنات مزيان لأن الطريقة باش درتو بقولية كركوبات، طحنتو وأنا دابا هنكمل الفيديو. الحباب ضروري اللي كانوا كويرات بالنسبة للميزينة، ضروري طحن الخليط، قد ما طحنتي الخليط قد ما تيكون الخليط متجانس، ضروري يكون الخليط عاقد خاطر أحباباتي. تتزيدوا مع الماء تاع زرية الكيتان بطريقة يعني أوموجين، يعني عينيكم ميزانكم. بالنسبة لي أنا كما ذكرت أربعة معالق تاع زرية الكيتان وجوج كيسان تاع الماء مع جوج معالق تاع زرية الكيتان كانت كافية. المهم أهم حاجة هو عينيكم ميزانكم يكون الخليط عاقد. شتوا كويرات كما جرى لي أنا، طحنوا احباباتي وديروا الوصفه على الشعر، وحاولوا يعني دخلوا الوصفه بطريقه مزيانه على الشعر. هاد الوصفه والله العلي العظيم وحالفه لكم على صدق، لا تتعاوني ومره تنديرها، تتخلي لي شعري رطب. وكما تتعرفوا الحنة والوصفات الطبيعية بالنسبة لتغطية الشيب، غنخلي لكم الفيديو تاع تغطية الشيب في صندوق الوصف، تتنشف الشعر. خاصو ما يقطعش، ما يقطرش، تراجلت، خاصو ما يقطرش، خاصو يبقى بحال هكذا، جامع راسو، بحال تتحل بالشعر،
بحريتي ديري الديفريزاج، يعني ضروري خاصك تجبدي شويه. عندي البلاستيك غذائي ومن الاحسن ديروه هو باقي ما بردش، يكون دافي شويه، ما سخونش بزاف ولكن دافي. شوفوا البنات تيلمون انه زين والله العلي العظيم، وقسما ماشي اول مره نديرو، راه ديجا كنديره في قناتي الرسميه، فيديو قديم كان عندي بهذا المايزينا. دابا نخليكم الفيديو في صندوق الوصف احباباتي، ها هو درته على وجهي، ترطيب ترطيب مضمون، ترطيب مضمون احباباتي، ها هو. فوالا خليت بزاف سميت لوجهي، ماشي مشكل. المهم هادشي اللي بقى شي شويه، ما بقاش حاجه كثيره، نكملها ونخلي واحد ساعة ونص المكانة، نغطيه بالبلاستيك غذائي ونخليه يرتاح احباباتي واحد ساعة ونص المكانة، ومن بعد نغسلو عادي. ها نتوما والله لله فن، وانا اصلا كانت النفسية محتاجة لهادشي، النفسية كانت محتاجة. هانتي الحباب النتيجة النهائية بالنسبة للكراتين والبروتين والبوتوكس، المهم جامع فيه كل شيء هاد الوصفة، هاد الوصفة جامعة كل شيء. غسلته بالشامبوان اللي كنت شاركته معاكم في اخر في الفيديوهات السابقة، نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. وهذاك الشيء اللي بقى ليا تاع الماء تاع زرية الكتان راني زدته في الشامبوان، هنخلي لكم المقطع هنايا. المهم احباباتي تيخلي الشعر خفيف، تيخلي الشعر رطيب، تينقي الشعر البنات. المهم انا راني شفته غير بواحد شي شويه تاع سميتو تاع الشوشوار، يعني ماشي دايره ليه بروشين، قول الله شاهد عليا ما دايره لا بروشين ولا والو اصلا. هانتوما شوفوا تيخلي الشعر فن البنات، تيطلق الزغبه. بالنسبه للبنات المتبعين الوصفه الطبيعيه والصباغه الطبيعيه راه يطلق لكم الزغبه، لان كما تتعرفوا الحنه تتنشف الشعر، والبودرات كاين نوع من البودرات العربيه والهنديه تتنشف الشعر. بالنسبه للبنات اللي تيستعملوا الصباغه الصباغه الكيميائيه راه يخلي لكم الشعر رطب وهيطلق لكم الزغبه، وصراحه لله رخل الله رخيص، لا للغلاء، وصفه تتقام رخيصه، زريعه الكتان وسميتو اميزينا. صراحه لله استعملوها مره في الشهر، مره في شهرين، مره في 15 يوم، تلبنيات الصغار والله العلي العظيم لا تعطيكم نتيجه هائله. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو احباباتي، خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، تهلاو ليا في راسكم وتهلاو ليا في الشعورات وتهلاو ليا في سميتو في الجسم، العنايه بالجسم والعنايه بالشعر والعنايه بالحاله تتخلي الحاله النفسيه مزيانه، تترفعي المعنويات بالطاليه. تهلاي ليا في راسك بالقليل او بالكثير، الوصفات الطبيعيه زينه وتتكون رخيصة. خليت لكم الصحة والسلامة والعافية، ما تنسوش ليا لايك، ما تنسوش ليا أبوني، ما تنسوش تبارتاجوا ليا القناة، الله يفرحكم الله ييسر لكم الأمور. وهنخلي لكم الشامبوان أحباباتي طبيعي، مرة تندير الشامبوان طبيعي، يعني تناخد تنستخدم بالشامبوانات تنشريهم، ومرة تندير شامبوان طبيعي للتطويل والكثافة. نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، راه قرب يكمل، وزدت عليه الماء تاع زريعة الكتان وها هو طلع دابا. صراحة ولا هو اللي غسلت بيه ولي تنغسل بيه، تنديرو مرة في شهرين تنديرو. المهم خليت لكم الصحة والسلامة والعافية، تهلاو ليا في راسكم، الله يفرحكم، الله ييسر لكم الأمور أحباباتي.